وصلت قافلتا مساعدات إغاثية إلى الأراضي السورية لتقديم الدعم والمساعدة للشعب السوري لتخطي آثار الزلزال الذي ضرب المناطق الشمالية في سوريا. وقال السفير وحيد مبارك سيار سفير مملكة البحرين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة إن مملكة البحرين ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في محنته الإنسانية لتخطي آثار الزلزال. وأضاف أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مستمرة في إرسال قوافل المساعدات الإغاثية إلى سوريا لمساعدتها في تخطي آثار الزلزال ومساعدة المتضررين منه. وأوضح السفير سيار أن وفدا من الأطباء البحرينيين يمثلون جمعية أطباء البحرين كان قد وصل إلى الأراضي السورية وقام بزيارة المناطق المنكوبة والمصابين من الزلزال في المستشفيات، وشارك في تقديم المساعدات العلاجية إلى الأشقاء وتقديم الاستشارات الطبية للحالات المتضررة من الزلزال.